كنا شفنا في الفيديو اللي فات في قناة عائلة جزائرية في ألمانيا، كنا شفنا الجزء الأول من رحلتنا لمدينة ناغولد. هي يعني ما نسميهاش رحلة لأنها بعيدة علينا بعشرين كيلومتر. نروحوا دايما نروحوا نديروا شوبينج ولا نروحوا جوست نشموا هوا. ومدينة ناغولد هي مثال على جميع المدن الألمانية الصغيرة. هي صغيرة يعني ما هيش كبيرة. ترحب بكم بالورود كالعادة. وأول حاجة نديروها أننا نحوسوا على مكان الاستاسيونمون أو الباركينج. إذا جابكم المكتوب الألمانية حاولوا، إذا حوستوا على باركينج حوسوا وين كاين المحلات الكبرى، لأنه ساعتين الوالا يكون سعرهم منخفض ولا يكونوا باطل كاريمون، لأنه إذا قاريتوا في بلاصة واحدة أخرى استاسيونمون راح يكون غالي. ومن هنا تبدأ رحلتنا في مدينة ناغولد. رانا رايحين لوسط المدينة، وعلى عكس بقية المدينة اللي يكون عندها طابع حضاري بنيان متحضر، وسط المدينة يكون دايما عنده ستيل قديم، نمط عمراني قديم كما راكو تشوفوا. وأكثر ما يميز المدن الألمانية هي النظافة، كما راكو تشوفوا ما تلقى حتى حاجة في الأرض ولا شيء. والأبنية تقريبا كلهم هكا في جميع المدن الألمانية الصغيرة. وبيان سور نافورات الماء كاينين في كل مكان. في الصيف راحين يبردوا الدنيا، راحين يديروا الهواء، والأطفال الصغار يلعبوا فيهم، ولكن ما تلقى لا وسخ ولا قرعة تاع ماء، يعني ما تلقى والو. نافورات الماء تلقاهم في كل مكان، ولكن ماشي مبنيين هكا في كلاس، دايما يزينوهم يديروا لهم اشكال جميله. كما راكم تشوفوا الماء صافي ما فيه والو. وطبعا الطابع العمراني قديم اللي يغلب على وسط المدينه. ونلقاو ثاني المحلات والمطاعم، كما هذا اللي راهو حاط الكراسه برا، هو كان يعني مطعم. هذا المكان معمر بالمطاعم، كنا نجو نقعدو هنا، ولكن مع انتشار مرض كورونا يعني هذو المحلات، هذا النوع من المحلات راهم غالقين. والنظافة بدون تعليق، راكو تشوفوا بعينيكم الورود في كل مكان، واحد ما يمسهم واحد ما يدور بيهم. وين تشوف عينك كاين الورود. واذا ما لقيتوهمش مغروسين راح تلقاهم مرسومين، المهم كاين الورود. راح تلقاو ايضا بحيوانات، هنا ايضا كانوا كاينين مطاعم ومقاهي. الناس تجي، هذه هي اكثر مكان نروحوا على جالو لمدينة ناغولد، هي هذا المكان اللي فيه ان لاك، بحيره ونافوره. وكما قلت كاينين الحيوانات عايشين في سلام، واحد ما يدور بهم، واحد ما يقلقهم في معيشتهم. كما راكو تشوفوا يمشوا في الرصيف مع الناس. البط كاين في كل المدن الالمانيه. هذا الوقت راهو ناقص لان وقت الهجره تاعهم، كي يبدا يسخن الحال شويه يرجعوا. يعني لو كان الانسان يربي عنده بطه ما راح تكون خايفه منه، ما راحش تتعامل معاه كيما هاك. اطعامهم هو ممنوع، ممنوع تطعم الحيوانات برا، هذو مجموعه من السياح ما بالهمش، ولكن تقدر تلعب معاهم كيما تحب، واحد ما يقول لك وعلاه. وبيان سور الخضرة والأشجار والأصوات تاع العصافير في كل مكان. هذه هي البحيرة اللي كنت نهضر عليها. أغلب البحيرات اللي كاينين في ألمانيا، ماشي الأغلب، نقدر نقول بكثرة كاينين اللي يكونوا اصطناعيين. متقدرش تعرفوا الفرق هل هي اصطناعية ولا طبيعية. ما نقدرش نقول لكم اسكو هذه طبيعية ولا لا،
ولكن بما أن في منطقة شفارتسفالد أو الغابة السوداء، نظن أنها طبيعية. هذا هو المكان اللي نقصده، اللي كنا نجوع على جاله. الإنسان يجي هنا حتى يشم شوية هواء ويسمع صوت الماء يرتاح. هذا يعني ما هو سوسخ، هذا عش تاع بطة ولا تاع طيور أخرى. الناس راهم قلال كثير، راكم عارفين السبب، ولكن قبل هذا المكان كان مزدحم. وباه تحكم بلاصة، باه تاكل ولا تشرب، لازمك وقت انتظار طويل. احنا كنا نروح ونجو هنا، ناكلوا ولا نشربوا أي حاجة، ونقعد نستمتعوا بالمنظر الجميل. الآن كما راكو تشوفوا، كما قلت، البطرة هو ناقص لأنه وقت الهجرة تاعو، والناس أيضا هم ناقصين، مع أنه في القانون أكثر من 3 أشخاص ممنوع تجمع أكثر من 3 أشخاص باش ينقصوا انتشار المرض. كاين عدة بحيرات ماشي واحدة، الناس قلال إيه، ولكن المنظر مازال رائع، هو هو ما تبدلش. هذه البحيرة طويلة، أنا ما قدرش نصورها كاملة. قبل كنا نجو ليها، خاصة كي يبدا يسخن الحال في الربيع وفي الصيف، كانوا الناس يديروا بيدالو، كاينين هذو الآلات يعني نكروهم على حساب وش راني شافية. كنا نكروهم 6 أورو ب30 دقيقة، وحنا بيان سور ما نراطوش، لازم نجربوهم. وكما تقدر تلقى هذو الوزات تاع بلاستيك، كاين أيضا الوزات الحقيقية اللي راحين تلقاهم يدوروا معاكم بكل أريحية. والانتظار على هذو لي بيدالو يعني كان طويل، كنت استنى تقريبا ساعة باه تلحق الكدالة. الآن ما أنه ما كاين والو، إنسان يقدر يجي يقعد هنا يبرد رجليه ولا يتفرج البط، هذا يكفي. يعني إنسان باه يرتاح من الهم تاع أسبوع تاع خدمة، تقعد هنا يكفيك. تقدر تقعد قدام الماء، ولا تقدر تقعد في عزلة هنا في وسط الأشجار والخضرة والزواوج. كاين اللي يجي يقعد هنا تو سامبلومون يقرا كتاب، ولا يقعد وحده. وكاين العائلات اللي يجيبوا ولادهم يلعبوا هنا، مساحة اللعب كبيرة وتكفي عدة أشخاص. هو أصلا المكان هذا كله كبير كثير، صورت منه غير شوية فقط، ما قدرش تصوره كامل. الأولاد يقدروا يقعدوا هنا نهار كامل يلعبوا ما يملوش. كما قلت العائلات يجيبوا ولادهم يلعبوا، ولا يقعدوا معاهم تو سامبلومون، من الأطفال الرضع حتى الكبار، خاصة الأمهات. أمهات يجيبوا ولادهم بالبوسات أو عربة الأطفال، يحطوهم جوست يقيسهم الشمس والهواء، ولا يلعبوا معاهم. الأمهات والأجداد أيضا. وآدم مسكين جبناه ما فهم والو، لأنه ملي ولد، هو ولد في ديسمبر وقت الثلج، ما شاف الشمس هكا ولا خرج برا. هو يخرج، كان يخرج متعود نخرجه تقريبا كل يوم، ولكن دايما مغطي بما أنه بارد الحال، ما حبش حتى يتلفت، بقى غير يشوف وحاير. أنا بخوفيتي حطيناه شوية في الشمس، انا متعوده يعني نحطه في الشمس في المنزل، الشمس تدخل عجل فيتامين د، وهكا كمل نهارنا وروحنا، بما انه رمضان باش نطيبوا الفطور. وصحة فطوركم.